عامل على اصلا تدخل على الشرطة تحية خالصة لعمل الشرطة اللي تدخل تحية شيخ بس هي كنشوفوا مشاهدين من بر 24 كنشوفوا ان الضحيه اللي تم السرقه ديالو الهاتف ديالو كيتعرف على الشخص انا الشوم كي بحال هكا شكيت فيهم صافي زدت التليفون بدا كيصوني يلاه كيبغى نحبس هو كيجبد ليا التليفون صافي جوج كلمات اللي كان كيعاودهم يا اما غتحيد غتعطيني التليفون يا اما غنخسر صافي بقيت كنتجاود معاه هو يخرج داك مول الطاكسي يلا غنشوف انا فيه غنغوت له هو يجبد لي التليفون وهرب الاخر ملي شافو بقى تابعو ديك السكه ملي شافني تابعو بقى غادي غير نيشان غايب شويه بشويه زعما باش ما يشكوش فيه كنهز معاه الموس ولا السلاح الابيض باش ما كان يخسر كان غايجبدو هو كان غايجبدو هو لاني ملي نصرت له التليفون صافي هرب عدى لك التليفون في الاول رجال الامن صدفوك بالصدفه ولا نعم كنت غادي بحال هكا وتلاقيت مع هاد مول الطاكسي وتصادفت معاهم بالصدفه وشنو قلت لهم بلي راه تعرضت للسرقه قالوا لي صافي احنا غنشوفوا لك وبقاو كيشوفوا داك الدري هما يقولوا واش هو قلت لهم هو هذاك وصافي وما يقبطوه واش غتابعوه ولا غتابعوه ضروري ضربك ولا ما ضربكش مازال لا ضربك الدري في الاول باش داك لا انا يلا ما كملش هاد 4 ايام باش خسرت في وجهي على قبل التليفون هاد التليفون عاوتاني ايه هادي ما كملاش 4 ايام باش خسرتها هي كلمتك لرجال الامن اللي رجعوا لك يعني الثقه ديالك بان راه كاين الامن والامان في المغرب وانت يعني كنموذج من المواطنين اللي كيكون اللي كيتعرضوا للسرقه والحمد لله هنايا لقيتهم حاضرين في الوقت المناسب كنقول لهم الله يرحم الوالدين وكون ما كنتوش نتوما كاع ما نقبطوا هذا السيد وكاع ما نعرفوا فين راه هو التليفون وانا ممتن لهم بزاف شكرا لك اوليدي السيد كيضرب فيه بالصرفيق والاخر عنده بشكله هذا الوليد هذا حنا هرب لواحد السور لهاد الجهه واش انا كنقلب على هاد الولد هذا باش نعطيه الهاتف ديالو ما لقيناش ودزنا بحداكم غير دابا جبدوا راه ثلاثه المرات لهاد الجهه هادشي اللي كاين كاين كتبغي تقول لهم على رجال الامن اللي كيجي يحفظوا على السن المستعان حنا تم الاعتقال ديال انا حسبني غير شي حمله ولا شي حاجه لا السارق هو الان راه قبضه ديال رجال الامن مزيان الحمد لله كاين حنا غادي نجيو دابا نتهضروا معاه ورجال الامن كنحييهم من هذا المنبر تحيات ديال تحيات اكبر واجلال لانهم كيقوموا بالدور ديالهم وتبارك الله عليهم وشكرا لكم حتى نتوما نقول لك هابطين هذا الصباح هذا الحمريه نقضيو غير واحد الغرض لقينا هاد الدري هذا متعدي عليه داك السيد الاخر لقيناه جالس كيجبد التليفون جالس كيصرف فيه حيدنا له حنا شناه هكاك في ديك الحاله درنا حنا الروم بوان تبعنا داك الدري الاخر فاش شناه هرب تبع مشى جيت لكريه تبعناه لتمايا حيدنا له التليفون جبناه جلسنا كنقلبوا على هاد الدري هذا مول التليفون مسكين ما لقيناش كاع صافي تا جايين غاديين بحال هكا نديو الرجال السلطه صافي تا تلاقينا الدري هنايا مسكين معكم عطنا له التليفون ديالو حلال عليه مسكين حلال طيب وكنشكركم كنشكروا رجال الامن والسلام عليكم